اصلا لما بتوفر بيئه عمل امنه للراجل الويلدر الراجل اللحام، بتقدر ان انت تحافظ على جوده اللحام، لان اللحام جوده، لان بعد انتهاء اللحام بيحصل عمليه التيستنج لعمليه اللحام، يبدا يشوف نتيجه اللحام داخله في اي كراكس ولا الجوده بتاعته عاليه في اللحام، لان في الاخر اللحام ده بيمسك ستراكشر، بيمسك هيكل، فالهيكل ده بيشيل لود، بيشيل حمل، فلازم ان هو يكون اللحام ده بشكل ايه؟ بشكل صحيح. فانت لما بتوفر لهذا الشخص كونديشن كويسه، تديله عنصر الامان وعنصر الراحه والحفاظ على اعضاء جسمه، هيديك جوده ويديك انتاجيه، يديك جوده ويديك انتاجيه، اضافه ان انت هتكنترول الخطر، فهتمنع الايه، تعمل بريفنشن للايه، او بريفنتنج للايه، للاكسيدنتس.